يا عدني ونلت مفاخر الزمن، رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن، صمدت صمود شمسان تصدك حافل العبر، صمدت صمود شمسان تصدك حافل العبر، رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن، رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن، صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن، رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن، صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن، رعاك الله مكتسحا. أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام. اليوم معنا القريح من أبناء مديرية التوائي منطقة الضلوعة، القريح محمد حسين صالح، هو من أحد الشباب الذين حملوا السلاح في 2015. بدأ حمل السلاح ما قبل دخول الحوثيين إلى عدن، كان هناك لجان شعبية بدأت بعد تمرد الأمن المركزي وأيضا بعد انقلاب الحوثيين على الدولة وسيطرتهم على مفاصل العسكرية للدولة، تشكلت هناك لجان شعبية كانت مهمتها هي تأمين المرافق الخدمية والحيوية في العاصمة عدن. هذا البرنامج برعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية. الله يا سيدي، والله أول مرة شاركنا مع اللجان الشعبية، طلبهم وحضروا إلى هنا وشاركنا معهم في الحفاظ على المؤسسات الحكومية، أثناء يمكن حدود فترة كذا 6 شهور 7 شهور ماسكينها. إيش كانت مهمتك تركز بالضبط؟ حماية المنشآت الحكومية، شرطة القلوعة، مديرية القلوعة، منطقة القلوعة في قسم الشرطة كنا ماسكينها. جميل. بدأتم في حي القلوعة، كيف بدأتم؟ أول ما بدأنا أول شيء بعد اللجان الشعبية جاءنا أنيس العولي مقايد مقاومة، كان ضرب من شباب مجموعة أخذهم معه، ورحنا شاركنا أول شيء في جبهة العريش اللي بدأت جبهة العريش صولبان شاركنا فيها يمكن أسبوع كذا، بعدين انسحبنا إلى جزيرة العمال بخور مكسر، جلسنا هنا فترة نشارك فيها أنا وشباب مليان من أبناء القلوعة ومن اللجان الشعبية برضو اللي بقوا معنا. بعدها انسحبنا الى الدكه الى جبل الحديد شاركنا في جبل الحديد، وبعدها الى حافون اللي هي القلوعه. طبعا لما كنتم تنقلون من مكان لمكان كان يزيد وتيره تزيد، كنا نطرح ضحايا واصابات وشهداء. لما انسحبتم الى حافون هذه اخر نقطة. اخر نقطه وصلنا فيها في ذيك الفتره. هم الحوثة دخلوا إلى القلوعة بس نحن دحرناهم اشتبكنا معهم فترة ما رجعناهم إلى حافون. معروف أنه أول انكسار للحوثيين كان في منطقة القلوعة بعد محاولة دخولها، لكن
واجهوا مقاومة شرسة، راحوا منهم قتلى وأيضا راحوا شهداء من المقاومة وجرحى. وين كان دوركم هذه الفترة في معركة القلوعة؟ أول معركة في معركة القلوعة كنا أمام المياه، مؤسسة المياه. كنا هناك أنت ومن؟ أنا ومجموعة شباب كثيرين. قالوا عاد عرف أنت وما دخلوا الحوثاء أعلنوا الجهاد المساجد وكل شيء وخرج الشعب كله. معروف. ذهبناهم قليل كذا، اشتبكنا مع الحوثاء، وبعدين رجعنا الرابط بعدها باليوم الثاني بحافون. هم كانوا يتحاولوا يتلفوا لنا يدوروا من الخط الرئيسي. نحن دخلنا من حافون من البيوت من الحواري هذيك وربطنا لهم هناك. نمنحهم من الدخول. الاستراتيجية اللي كنتوا تستخدمون أنتم، أعرف إنه كان عندهم يعني جيش مدرب وعندهم دبابات وعن مدرعات، استخدموا عملية الهاون القنص. أنتم إيش كان سلاحكم المقابل؟ آليات. آليات. بنادق بس. طيب كنتم على شكل مجموعات يعني منظمة؟ كنا على شكل عفوية. غير منظمة. كنا هكذا شباب من حمل السلاح جاء وشارك وقاتل. استاذي وضاح قبل ما اصطاب انا بيومين بيوم، اما اصطاب انا الاصابه حقي بيوم، خططت انا ومجموعه من الشباب اصدقائي كانوا هم يمشون بعدي واصل، يعني كان المسؤول عليهم، منهم حوالي 15 نفر. خططنا دخلنا حصلنا ناس بحافون، واحد رجال كذا كبير بالسن وابنه، قالوا لنا تعالوا بندخلكم عماره بنرويكم الحوثه واضح قدامكم كل شيء باين. جميل. أنا لم يلا دخلنا معهم بتنسيق. من كان معكم الشباب؟ يعني على حنيف كان، وبشير حنيف الله يرحمه استشهد، رايد حيان، أحمد حمدين العسيري، محمد عمر. الشباب اللي كانوا معك كانوا عندهم خبرة عسكرية ولا كانوا؟ لا ما عندهم أي خبرة عسكرية. المهم إنه يعرفوا. هاي يعرفوا يستخدموا السلاح. دخلنا بعدين هذيك اليوم الى المكان هذا الشقاء واشتبكنا نحن والحوثة، كانوا مش مستعدين لنا هم. يمكن بعد ما ادلكم اللي هو ايه دخلنا لهم من شقة وهم مش عارفين احنا موجودين كانوا الحوثة. جميل. دخلنا لهم وقفلناهم بالقفلة، يمكن طرحنا منهم 10 اللي هي ايه كان قتلناهم 10 انفار. مسافة غريبة ايه من الطوق حق العمارة هم تحتنا كانوا برا كانوا أكيد كان في بعدين رد. في رد على طول بعدها باليوم الثاني، دخلت لنا المدرعات على طول إلى داخل حافون إلى الشوارع حق حافون. مدرعات حقهم والدبابة معهم بي إم بي، ودخلوا كانوا قصف عشوائي علينا وراح من إحنا مليان شهداء وجرحى. من استشهد علينا الحماطي واحد من أبناء حافون. استشهد علينا واحد اسمه عبدو محمد من أبناء الرومي. استشهد علينا حسن المزقاقي. بشير حنيف. أربعة في واحد برضو من أبناء حافون ما مش عارف اسمه كذا. خمسة اشتشلوا وخمسة كنا المتباقدين كلنا إصابات جرحى كلهم. أنت ومن؟ أنا ورايد حيان وسند من أبناء الجبهة. سند في شخص آخر برضو واحد سمين كذا مش عارف اسمه والله. كلكم مع بعض؟ إيه كلنا مع بعض. طيب بعد الإصابة؟ إصابتي كنت معنا شهيد كان مرمي أمام عمارة كذا بالساس، دخلت أنا والعشر الأنفار هذول أصحاب الشباب عشان بنشيل القثة حقه بننقده. دخلنا لما كنا غريبين هم سووا لنا كمين قوات الحرس الخاص، سووا لنا كمين ودخلنا وربك سلمنا. كنت أيدي هذه كانت على رأسي هكذا، سبحان الله نادانا الولد من هناك صديقي لبت كذا، وهذه أول ضلقة دخلت هنا. وأنت ماسك كذا؟ سيح لك لفت اجت طلقه مباشره؟ اجت طلقه هنا ثاني. يعني لو كنت مكانك لو كنت ما لفت كان بتدخل براسي على طول. هذه اول اصابه. ربطت ايدي بالكشيده وكذا، حاولت ان اجري اسعف نفسي، حركت اجري لعند الشباب يضرب علي عشوائي، الثانيه اجت بي هنا كسرت رجلي هذه كامل، ما قدرت. الشباب بس مسكوه كذا بيدي وسحبونا وخرجونا على طول. انقذت مباشره؟ يعني كنت تقريبا كان في قناص، ما كنتش عارف ان في قناص. لا مش قناص، مليان منهم كانوا في العماير بالطوق. ضرب احنا دخلنا لهم يعني دخلنا لهم اكثر من واحد، احنا دخلنا لهم كذا مجازفه، دخلنا كانت معنا هيلوكس مدرعه. اول ما سقطت من كان من الشباب موجودين؟ واحد اسمه نوار سلطان.
سحبك؟ ايه سحبناه صديقي كان معنا لا كان معنا بس موجود وكان سليم يعني ورا جدار كذا ورساس محتمين. لا انا اقصد انه انت بعد ما سقطت انسحبت الى مكان. انا كنت اركض قليل عندهم عشان اسعف نفسي لما غدنا قريب منهم اصبت برجلي وسقطت قريب من اصحابك. ايه هم على طول مدوا ايدهم لي وسحبوني وخرجوني. بعدها؟ وبعدها والله يسعفوني الى مشيغام البريغة الى اطباب الحدود. بعدين تعالت في اطباب الحدود جلست يمكن 10 ايام عملوا لي سيخ خارجي قالوا لي جبس لهذه اليد قالوا لي خلاص عالقناك ايام الحرب واستمر من ازمه الجرحى والشهداء قالوا خلاص تم علاجك. جلست كذا 3 أشهر 4 أشهر انا مركب هذا الحديد ما فيش فايده العظم مكانه هو ذا يخيس كل شيء. رجعت لعندهم شالوا الحديد من رجلي قالوا لي ما نقدر نعمل لك شيء لازم تسافر الخارج. هذا البرنامج برعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية. في مواقف كذا أثرت فيك يعني تذكر في موقف في موقف عند المطاهن كنا في المطاهن هذه الغلوة كان اشتبك مع الحوضة وكانوا بشركة التجارة في ولد اسمه خالد من أبناء المعلة يمكن خرج بجانبي كذا يرمي بالسلاح أقول قناص طرح البلغة هنا خرجت من رأسه على طول قدامي وأنا اللي سقط على طول أنا مسكته وسحبته على جنب كذا. هذا هو المشهد يعني هذا المشهد اللي أيه. بعد هذا المشهد كيف كان وضعك يعني حاولت تنتقم ولا حاولنا بقدر الاستطاع وجلسنا الرابط في الجبهات ما كنا نروح البيت بالخالص كنا نقص واصل بالحافه بالجبهات جزيره العمال يا بالعريش كنا نتبادل فرقات تنام وفرقات تصحى الحوافظ هذول روافض يغيرون منهجنا ويغيرون ديننا وكل شيء ويقول أرضنا ولا أرضنا علنا الجهاد عليهم وخرجنا نقاتل. كيف كان الوضع العام يعني أبناء الحي أبناء المنطقة الناس كيف كان وضعهم هذه الفترة وكيف كان الناس كلهم كان وضعهم متحمسين بالحرب والجهاد في سبيل الله كلهم كانوا يحاولون يجاهدوا في سبيل الله يعني كانوا رافضين للحوثة بالخالص. والله كانت أزمة لنا بصدق يعني كانت أزمة محاصريننا من الأكل والشرب والمواد الغذائية حتى الماء البارد كنا ما نشربه ولا نعرفه. 45 يوم جلسنا محاصرين كانت في بعض ناس كذا لقنات من التواهي أن يسلعوا لي إذا كانوا يدخلون مواد غذائية عبر البحر من البريقة والبوتيجاز حق البيوت هذا وأشياء كثيرة. رغم هذا كله كان المواطنين كانوا متحمسين ما كان في معنويات كان في معنويات كان في دعم كان رافضين الحوثة بالخالص انهم يدخلوا مهما قطعوا عليهم مهما سووا لهم كل شيء. وضعك الصحي كيف الان؟ يعني الحمد لله على الحال على كل شيء. شيء تخرج حبه امشي حبه شويه كذا بس يعني من هنا من البيت للبقاله فقط. تستخدم عكازات بعض الحين استخدم عكازات. لما اشتبكنا نحن والحوثة في حافون ما دخلنا لهم بالسر هم مش عارفين تسللنا لهم تسلل رمينا عليهم قنابل وهم جالسين كانوا يتغسلوا او مش عارف سمعنا اصواتهم بس كان نفرق عليهم تحتنا من العمارة رمينا عليهم قنابل يعني سمعنا الصرخات حقهم بس وهم يصيحوا ويسعفوا لحنا هذا المشهد الوحيد اللي تشعر انه انت قدمت فيه وحققت اللي كنت تتمناه. الحمد لله. إلى من توجه رسالة فيما يتعلق بوضعك الصحي؟ أنت الآن إيش اللي تحتاجه علشان ممكن هذه الرسالة توصل لصناع القرار أو توصل لمن يهمه الأمر؟ والله إيش اللي تحتاجه أنت كجريح؟ أوصل رسالتي إلى الدكتور علوي النوبة. الأستاذ علوي النوبة هو وكيل محافظة عدن شؤون الشهداء والجرحى. إنه ما قصر معانا إن شاء الله. عمل معنا كل شيء والمستحيل الواجب بس لكن في بعض الجرحى اظن محتاجين لعلاجات. يتواصل معك باستمرار؟ لا ابدا. انا اقصد انه يعني يسهل لك اجراءات في حاله انه في بعض حالات يسهلوا لي اياها بس على اساس انهم وعدونا بسفر الى الهند في الدفعه السادسه مسجلين كنا عندهم. جميل. لحد الان عاد ما في اي خبر للدفعه السادسه. ممتاز. يعني في جهود تبذل؟ في جهود تبذل ايه. هذا البرنامج برعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
نهاية هذا اللقاء فيه هدية مقدمة من المؤسسة الاقتصادية اليمنية عبارة عن 50,000 سلة غذائية لكل قرية. طبعا المبلغ المالي والهدية هذه هي بسيطة لا تقارن بالتضحيات اللي ضحاها الشباب، لكن بنحاول قدر المستطاع انه نشعر القرية انه في ناس واقفين الى جانبه، بغض النظر عن انه قد تتأخر او تتقدم، لكن القرية بيظل شرف لكل الناس. حابب تشكر حد في هذا المقام؟ حابب بشكر مدير المؤسسة الاقتصادية ونقدم لهم جزيل الشكر على مساعدة القرحة، نتمنى بأن يستمروا هكذا بمساعدة القرحة لأنه في بعض القرحة محتاجين يعني من صدق. ونشكر برضو الأستاذ علوي النوبة، دكتور علوي النوبة، أنه هو يعني مهتم بشؤون القرحة والشهداء. نقدم لهم ألف شكر إن شاء الله. صمت صمود شمسان تصدك حافل العبري، صمت صمود شمسان تصدك حافل العبري. رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن، رفعت الرأس يا عدني